اليوم راح نتكلم عن سرطان الثدي الذي يصيب نسبة كبيرة من النساء وكذلك نسبة قليلة من الرجال. الأعراض هي كتلة تكون موجودة في الثدي، إفرازات دموية تنزل من الحلمة، أو بعض الأحيان تغيرات في شكل الجلد الثدي اللي يكون تثخن واتساع في المسامات، بحيث أنه جلد الثدي يشبه قشر البرتقال أو ما يسمى بالبودو رينج فينومين. بعض الأحيان تصاحب هذه بتقرحات وجروح في الثدي. في قسم من المرضى ما تكون عندهم هذه الأعراض، ما في أي واحد من عندها، هنا راح يجي دور الأجهزة الطبية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، اللي هي الألتراساوند والماموغرام واللي يكملها الـ MRI. الكشف المبكر عن سرطان الثدي يوفر علينا مسيرة طويلة من العلاج ويضمن لنا العلاج الشافي 100%.